مشاهدي اليوم السابع، احنا كنا معاكم منذ قليل مع الفنان احمد شيبة في منطقة الأباري اثناء قيامه يعني بعمل عيش باللحمة لأهالي منطقة الأباري في اسكندرية. زي ما احنا شايفين الفنان احمد شيبة هنا، زي ما احنا شايفين هنا ده العيش باللحمة وهو بياكل مع اهالي منطقته هنا، يعني بعد ما انتهى من توزيع اللحمة والعيش باللحمة للمواطنين بيفطر، متعود ان هو يفطر كل جمعة مع اهالي منطقته. زي ما احنا شايفين بيوزع بنفسه العيش باللحمة. هو كمان يعني بيفطر معاهم. ده بتاع الكنافه ده الحاج جرجاوي، ده انت حفظت اسمه. ده بيت الجرجاوي، ده بيت دول دكاكينهم. ايوه ده كان بقال بعد ما عيد الصينيه بتاعتي من 15 سنه كده، فتح كنافه بقى كنافه بس. من بعد صينيه الكنافه كان في سينما هنا اسمها سينما الهلال. سينما صيفي؟ سينما اسمها الهلال. لا كان السينما عادي، سينما. ودي منطقتي اللي انا بتباهى بيها وبتشرف بيها. احنا موجودين هنا مع الفنان احمد شيبة في منطقه الأباري، زي ما قلنا ان هو يعني بيفطر فعلا مع اهالي المنطقه كل جمعه، متعود كل جمعه. هدى ويوسف، محمود ويوسف، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اليوم السابع بيرحب بيكم. قولوا لنا كده بابا يعني يوسف. ده في محمد برضو كبير، وفي هاجر، وفي لارا، وفي عمر اخر عنود عمر، كلهم ولاد ربنا يخليهم يا رب ويفرحوا وافرح بيهم يا رب. كلمي بقى يوسف بقى، كلمي هودا. تدرسوا ايه؟ قول لي كده تدرس ايه؟ انا في اولى ثانوي. اولى ثانوي مدرستك هنا في اسكندريه؟ ابو يوسف الخاصه. ده بيعملوا تيك توك؟ انت عندك برضو موهبه، بابا قال لنا ان انت عندك موهبه. بعمل فيديوهات وكده بس. بتعمل فيديوهات؟ في حد صوته كويس؟ لا انت لا انا بعمل فيديوهات على تيك توك وكده، هو ده المجال اللي انا مش فيه دلوقتي يعني. وهودا برضه ان شاء الله. كلمنا كده محمود عطار. لا طيب اهو بس مش معايا انا، مش عارف ليه. طيب معاك؟ انت قصدك محمود بيقول لي مش طيب معاك. بس عادي. طب كلمنا كده، انتوا كل جمعه متعودين، بابا معودكم كل جمعه عيش بلحمه، ده الكلام ده من زمان مش كده؟ من وانا في سني، اصغر من يوسف كمان. كنت بتيجي تساعد بابا؟ انا ساعات بعمل معاه العيش بلحمه، لو هو مش موجود انا بعمل، ولو هو موجود انا بعمل معاه برضه، لو انا نايم بيصحينا وهكذا. لازم اجباري كل جمعه عيش بلحمه. لازم تيجوا تفطروا هنا مع اهالي المنطقه. لازم كلنا. حتى لو كنت في القاهره انت، انا عرفت ان انت بتبقى موجود بداله. بيبقى ايه؟ بتبقى موجود بداله انت. ايوه انا لسه بقول لك اهو، انا دلوقتي لما هو مش موجود انا بعمل مكانه العيش بلحمه. بس هو بيعملها طعمها حلو بصراحه. هو شيف احمد شيبة صح؟ هنا اصدقاء الفنان احمد شيبة موجودين معاه بيفطروا معاه في منطقه الأباري. زي ما احنا شايفين عيش بلحمه ومخلل، دي الطقوس دي كل جمعه مش كده؟ كل جمعه هنا. وكل يوم لما بيبقى فاضي بيجي على طول وبيفطر هنا معانا. كلمنا كده عن الفنان احمد شيبة. انت خليتيه ده، ده الكلام عن شيبه مش خلاص. لما بيخلص الكلام عن شيبه. انت شايف ده ازاي؟ هو كل متعود معانا كده لما يجي ويفطر معانا، وده اخويا. الناس عارفه ان هو اخويا. وانت جيت بظروف اهو. الناس عارفه ان ده اخويا. هو احمد موسى اخويا. بص يا احمد موسى اهو. استاذ احمد ده هو اللي استقبلنا اول ما جينا، مرحب معانا. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. احمد شيبة كل جمعه بقى هنا موجود معانا؟ كل جمعه. كل جمعه في اسكندريه هنا عندي، يعمل العيش بلحمه وزي ما انت شفت كده هو ويفطر معانا. ده اوقات بيفطر معانا فول وفلافل وجبنه قديمه، وهو اللي يعملها بايده. احنا الجبنه القديمه بقى. انت عندك هوايه الطبخ مش كده؟ بتحب تعمل كل حاجه، تقف في المطبخ وتعمل حاجات بنفسك؟ كل حاجة بعملها. السلطة. حتى في البيت. حمام، بعمل سمك، كل حاجة بعملها أنا.
يعني اللي تتجوزني تبقى مرتاحه. كل حاجه بعملها. ايه اشطر حاجه؟ بعمل جمبري، بعمل فراخ، بعمل مسقعه، بعمل سمك. انت اكتر حاجه شاطر فيها ايه؟ بتطلع كويسه وولادك بيشكروا؟ ولا حاجه من اللي قلت لك. غير اللحمه. محمود بابا بيعرف يعمل اكل ايه تاني؟ استنى انا هجي لك والله. الشيف الشربيني. الشيف الشربيني في الاكل. اساليهم بعمل لهم ايه انا؟ بيعمل اي اكل. طب مجد فيا يا اخي. انا لسه بيعمل سلطه حلوه. مين بقى صوته حلو في ولادك؟ حوده سامحها. بصي بص اقول لك على حاجه. انا عندي عمر صغير اصغر من يوسف. ده هيبقى ده زي يوسف بالظبط، بيغني. يوسف ده بيغني بس بيغني متداري، يعني مش ما بيحبش يوريني او ما يشوفني يتكسف. هو دلوقتي انا هخليه يغني. حته صغيره يوسف يلا. ده بيحب الاخراج. وعمر بيغني. وهاجر ان شاء الله تبقى دكتوره ان شاء الله. ومحمد وانا مثلت ولارا طبعا ابني اهو في التمثيل الحمد لله ربنا يكرمه. بتمثل يا محمود؟ اه بيمثل وان شاء الله دخلت تمثيليه كويسه ان شاء الله. هستناه في مسلسل قريب باذن الله لبعض، وما يحرمني منهم وما يحرمهم مني. ويخلنا لبعض يا رب. امين يا رب. طب شجع يوسف بقى يلا يقول لنا حاجه، غني معاه كده شجعه. ايه بقى؟ مش فاضل. اشوفوا مني حاجات غريبه بشكل تاني، وانتوا نصيبكم. قول يا ابني. هو بيتكسب يبقى بيغني، وانا قايم من النوم وسمعه بيغني. لما يعرف ان انا سمعته يدغدغ الدنيا، يتكسف مني، بيعيط. مع ان انا سبحان الله بتعمل فيديوهات غنى على التيك توك؟ لا ده نجم. فيديوهات غنى على الغنى بس مش مغني. وبحب التصوير والكلام ده، بحب يعني حبيبة التصوير والمونتاج والكلام ده، بحب اعمل الحاجات دي. هو ده كل فيديوهاتي انا بعملها له، المونتاج والكلام ده. يا اخي بيعملوا لي بياخد 50 جنيه عليه. يا احمد ربع عايز حوده. جمهور اليوم السابع بيقول لك فنان احمد شيبه يعني عايزينك تعمل مطعم وكلنا نجي لك في اسكندريه. يعني عملت مطعم هتقولي؟ اه طبعا. انت ايه بتقول؟ سيديك بقى. مش قلت لك انا اعمل مطعم؟ وانا افكر كل حاجه بيدي ان شاء الله ربنا يكرمني واعمل زي اي حد. كل الكرم من عند ربنا. ان شاء الله ربنا يكرم كل الدنيا. ماشي ان شاء الله. ربنا يخليه يا رب. وبشكر جمهوري وبشكر اليوم السابع اللي على طول يعني في ظهرنا على طول. بشكر اليوم السابع وبشكر كل جمهوري، وجمعه مباركه على كل الدنيا. وانا بشكركم على ما جيتوا دي، ومش عارف اقول لكم ايه. وبعدين ما اكلتوش. ما اكلوش الاكل. ما اكلوش الاول. شكرا ليك الفنان احمد شيبه. احنا النهارده اليوم السابع كان في معايشه مع الفنان احمد شيبه ابن محافظه اسكندريه وتحديدا من منطقه الاباري. كنا معاكم النهارده عقب صلاه الجمعه. الفنان احمد شيبه فنان سكندري يعني بيحبوا اهالي منطقته، بيطالبوا ان هم يعني يبقى موجود في وسطيهم، وهو بالفعل موجود في وسطيهم كل يوم وخاصه يوم الجمعه. شكرا ليكم. كنت معاكم في هذه التغطية أسماء بدر.